التحية تأتيكم من مركز الاتحاد للأخبار. هذه أحلام السويدي ترحب بكم وتلتقيكم في نشرة جديدة من علوم الدار، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس إيرلندا باليوم الوطني لبلاده. أمير قطر يستقبل عبد الله بن زايد ويستعرض معه العلاقات الأخوية وسبل دعمها وتطويرها. أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة مايكل دي هيجينز رئيس جمهورية إيرلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة مايكل دي هيجينز رئيس جمهورية إيرلندا. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ليو فارادار كار رئيس وزراء جمهورية إيرلندا. خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي الأول وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي اجتماع المجلس التنفيذي الأول بتشكيله الجديد، واعتمد سموه إطلاق الهوية الجديدة لحكومة دبي وتخصيص 40 مليار درهم ضمن محفظة دبي للشراكة وسياسة الإسكان الميسر في دبي ومشروع ساند بوكس دبي لتمكين المشاريع الواعدة. وثمن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جهد الأعضاء السابقين في تعزيز مكانة دبي عالميا. تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة مساء اليوم التهاني بحلول شهر رمضان المبارك من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ عبد الله بن راشد المعلة نائب حاكم أم القيوين وجموع المهنئين الذين قدموا إلى قصر الإبداع العامر. وعبر المهنئون عن تهانيهم الخالصة بمناسبة شهر رمضان المبارك، راجين من الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بوافر الصحة والعافية والسعادة. وصل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان استقبال جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان الفضيل مساء اليوم في قصر الزاهر، وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي حميد القطامي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول. كما تقبل سموهما التهاني من أعيان ووجهاء القبائل وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة. استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة المهنئين بحلول شهر رمضان الكريم. حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة والشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس
هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي. وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في مجلس الضيافة بخزام مساء اليوم المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من معالي سهيل بن محمد فري فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وكنانة مضر جمال الدين ممثل سلطان طائفة البهرة في دولة الإمارات، وكبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل. زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة معالي الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمنزله في أبو ظبي، وتبادل سموه مع معالي حمدان مسلم المزروعي والحضور فضائل شهر رمضان المبارك والرأي حول عدد من القضايا التي تهم الوطن والمواطن، مؤكدا سموه حرص قيادتنا الرشيدة على متابعة أحوال المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم. رافق سموه خلال الزيارة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان وعدد من كبار المسؤولين في الدولة. استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في مكتبه بقصر لوسيل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وذلك بحضور معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري. ونقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتمنياته لدولة قطر وشعبها الرخاء والازدهار. وحمل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها المزيد من التقدم والنماء. وجرى خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى الدوحة استعراض العلاقات الأخوية وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وبحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ودولة قطر وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة بما يدعم المسارات التنموية للبلدين ويحقق الرخاء والازدهار لشعبيهما. واستعرض الجانبان العلاقات الإماراتية القطرية وما تشهده من تطور وازدهار على مختلف الصعد بدعم ورعاية من قيادتي البلدين، كما تطرق إلى الإنجازات التنموية البارزة التي حققتها دولة الإمارات ودولة قطر في المجالات كافة ما يشكل دفعا قويا في مساعي البلدين الشقيقين و لتحقيق الرخاء والازدهار المستدام لشعبيهما. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على متانة العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات بدولة قطر وحرص البلدين على التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويدعم أهدافهما التنموية. وكان سموه قد وصل أمس إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة عمل، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى المطار معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. للأخبار بقية وتتابعون بعد الفاصل.
حملات توعوية وتفتيشية على المنشآت الغذائية في إمارة أبوظبي. أهلا بكم من جديد. هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تطلق حملات توعوية وتفتيشية على المنشآت الغذائية في إمارة أبوظبي للتأكد من التزامها بتطبيق اشتراطات الصحة والسلامة في جميع مراحل تداول الأغذية لضمان الوصول إلى أعلى مستويات السلامة الغذائية وتحقيق رفاهية وسلامة المجتمع. مزيد من التفاصيل مع ماهي ياسر. لأن صحة أفراد المجتمع هي أولوية وتبلغ أهمية قصوى في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقوم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بحملات تفتيشية طوال شهر رمضان لتشمل المطاعم والمطابخ الشعبية والمطابخ المركزية والمخابز ومنشآت التصنيع وبيع الحلويات ومنشآت البيع بالتجزئة، خاصة تلك التي تمارس نشاطها بشكل دائم. تنظم الهيئة الحملات التفتيشية بشكل دوري قبل وأثناء شهر رمضان المبارك. الحملات هذه تستهدف المنشآت الغذائية اللي تبيع بالتجزئة وأيضا منشآت التموين ومنشآت اللي تحضر المواد الغذائية. الهدف من الحملات المستمرة واللي تقام بشكل دوري اللي هي تطبيق معايير السلامة الغذائية وإنفاذ القوانين والتشريعات ذات العلاقة بعمل الهيئة. لا تكتفي هذه الحملات فقط بضبط الممارسات الصحية الخاطئة، بل تركز على تقديم النصح والإرشاد لكافة العاملين في المنشآت الغذائية وتوعيتهم بأفضل الممارسات اللازمة لضمان سلامة الأغذية واشتراطات النظافة الشخصية والتعامل مع المواد الغذائية بطرق صحية من حيث الحفظ والتخزين، إضافة إلى الاهتمام بإغلاق فتحات الأبواب والنوافذ والاهتمام بالنظافة العامة لمناطق التحضير. كان الغرض من التفتيش أن نتأكد من سلامة المنتجات قبل رمضان، وطبعا خلال تفتيشنا حصلنا أن المنتجات كلها مستوفية الاشتراطات، الملحمة مستوفية الاشتراطات من ناحية التخزين، التحضير، توفير البيانات الخاصة باللحوم وغيرها. بخصوص المخبز كانت المواد الغذائية الأولية موجودة بطريقة صحيحة وتخزينها بطريقة صحيحة وعرضها بطريقة صحيحة، ما حصلنا أي منتجات فيها مشاكل. تولي هذه الحملات أهمية بالغة لمنشآت بيع اللحوم نظرا للإقبال المتزايد عليها خلال الشهر الفضيل، حيث سيتم التفتيش عليها وفق برنامج مبني على درجة الخطورة، وذلك للتأكد من مطابقتها والتزامها بالقوانين والاشتراطات الصحية. تهدف هذه الحملات التفتيشية التي تقيمها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتأكد من سلامة جميع المنتجات في مختلف المنشآت. لنشرة علوم الدار، مها ياسر، العين. ترتفع الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات عاما بعد عام بشكل مطرد، وتمكنت من استقطاب استثمارات كبيرة عززت بها رصيدها التراكمي من الاستثمارات الأجنبية، وأصبحت إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر تفضيلا في العالم وفقا لتقديرات وتقييمات دولية. التقرير التالي والمزيد من التفاصيل. تصدرت الإمارات أفضل دول العالم التي توفر مناخاً جذاباً للمغتربين الأثرياء إلى جانب أربعة دول أخرى فقط وفقاً لتقرير أعدته وكالة بلومبرغ الأمريكية، حيث اجتذبت الدولة سيلاً من مديري صناديق التحوط والمصرفيين من جميع أنحاء العالم في السنوات القليلة الماضية بفضل قوانينها الضريبية الميسرة والتسهيلات المقدمة لرجال الأعمال. وقد أصبحت دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به عالمياً في كيفية خلق بيئات أعمال مرنة وتنافسية قادرة على جذب المليونيرات من مختلف أنحاء العالم.
ولفتت بلومبرغ إلى أن الإمارات لا تفرض ضرائب على الدخل الشخصي أو أرباح رأس المال أو الميراث أو الهدايا أو الممتلكات، كما أنها تتمتع بأحد أدنى معدلات الضرائب على الشركات في العالم بنسبة 9% للشركات التي تحقق أرباحاً سنوية تزيد على 375 ألف درهم. وأوضحت بلومبرغ أن الإمارات قامت مؤخراً بتوسيع نطاق الأشخاص الذين يمكنهم التقدم للحصول على تأشيرات إقامة طويلة الأجل، بما في ذلك رجال الأعمال والمهندسين. وتتمتع الإمارات أيضاً بجاذبية مهولة يترجمها الطلب الكبير على العقارات وحجوزات المدارس الدولية والأندية الخاصة. وفي هذا السياق استقطبت أبوظبي عدداً كبيراً من الشركات والصناديق العالمية مثل شركة بريفن هوارد أسيت مانجمنت التي تدير الآن أصولاً بنحو 10 مليارات دولار من سوق أبوظبي العالمي، وهي أصول تتجاوز إجمالي الأصول التي تديرها من لندن أو نيويورك. وفي ظهور إعلاني نادر العام الماضي قال الملياردير ألان هوارد إن أبوظبي يمكن أن تصبح مركزاً مالياً عالمياً، ومع انتقال مزيد من صناديق التحوط إلى أبوظبي ستنقل البنوك أيضاً كبار موظفيها لخدمة تلك الصناديق، مما يخلق نظاماً ملائماً للتداول. هذا وبلغ عدد مديري الأصول الذين يعملون في المنطقة المالية الحرة في أبوظبي 100 مديرين في نهاية العام الماضي، مع التزام مؤسسات تشرف على إدارة أصول بقيمة 452 مليار دولار على مستوى العالم بفتح فروع لها وفقاً لسوق أبوظبي العالمي. شكراً لكم مشاهدين على حسن وكرم المتابعة، نلقاكم غداً في نشرة جديدة من علوم الدار. إلى اللقاء.